خلال سنة 1919 كان المهرج الهندي جاي سينج في رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن، وكان بيتجول في شوارعها بدون موكب أو حرس ملكي خاص. وقتها دخل المهرج واللي كان معروف بثراءه الفاحش أحد معارض السيارات الخاصة بشركة رولز رايس. اعتقد الموظفين بالمعرض انه مجرد رجل هندي فقير، فطردوه من المعرض وعملوه بطريقة مهينة جدا. وبهدوء وبدون اي فوضى رجع المهرج الهندي الى الفندق، امر خدمه بالاتصال بالمعرض واخبارهم بان الملك يود الحضور وزيارة المعرض لشراء سيارات. وبالفعل زار المعرض، وكان باستقباله المدير وكبار الموظفين بالشركة، واشترى 10 سيارات رولز رايس. وكان شرطه الوحيد لإتمام الصفقة إن الموظفين اللي هنتوا أول مرة هم اللي هيشحنوا السيارات ويوصلوها إلى بلده. وبعد وصول السيارات أمر المهرجة بأن يتم إزالة أسقف السيارات وتحويلها إلى سيارات لجمع الكمامة من الشوارع. وكان ده أقوى رد فعل منه على إهانة الموظفين ليه، بأنه يهين أشهر علامة في صناعة السيارات وقتها واللي ما زالت تعبر عن الفخامة، واللي تسببت بأزمة كبيرة لشركة رولز رايس.